الحقيقه الحمد لله معناها ليسونسييل انه نفيد المنتخب، ليسونسييل انه نفرح التوانسه اللي يجيو يتفرجوا اللي في ديارهم. اهم حاجه معناها شرف كبير ياسر انك تلعب بدرب بلادك. ديما اللي ماركي مش مهم قدام فرحه التوانسه ان شاء الله. الحمد لله قاعدين نخدموا اون جروب، ما ديما ما نقولوش ما فماش نوامر، اللي يكون موجود لازم يعطي 100% و200% باش يفرح شغلنا الشاغل، انه نفرحوا التوانسه ونفرحوا معناها العباد اللي قاعده في ديارها تستنى في الفرحه. حاولوا نحنا ندخلوا لهم البهجه ان شاء الله اترافير معناها لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال واترافير لي بيرفورمانس اللي نعملوهم سور تيران ان شاء الله. مي كيما قلت انت معناها سي تو ايتاب تعديناها هذيك قبل مشي في قبل، سي دي زيكسبيريونس واحد يتعلم منهم، وكا ولينا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الـ مع الـ مع المجريات الاحداث اللي تصير معناها في التيران. وان شاء الله معناها ديما القدام اهم حاجه ديما واحد يخمم القدام، ديما يخمم انه مازال معناها عنده ما يعطي المنتخب وسيرتو البلاد هذه ان شاء الله. الحقيقه كما كنت نقول لزملائك ما نحبش نحكي في توسكي حاجه ما تخصش الكيب ناسيونال، ما نحبش نحكي فيها. لا مصر كما قلنا مرسو به كما مباراه الجزائر اللي فاتت، باش نحاولوا ناخذوها كوم الفو. ديما نحن نلعبوا على الفيكتوار، ديما نلعبوا على لي 3 بوان. ايكيب كبيره، التحضيرات معناها مهمة للي جاينا، إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله نكونوا لجور جي معناها حاضرين كوم يفو، باش نشرفوا ديما الراية التونسية ودرابو تونس إن شاء الله. الخوف ما فماش، ما عنديش علاش خاف، معناها بالعكس موتيفي، قاعد نخدم على روحي مركز. حاجات هذوما شرف، ماهوش خوف، سي اون فيرتي انك تكون موجود مع ليكيب ناسيونال تمثل بلادك، انك تلعب بدرب بلادك راهو حاجه معناها حاجه مهمه برشا، وان فيرتي بالنسبه لي.